استغفر الله الواحد يقول بيض. كلمة لا في ناس بتتابعنا باللايف. يلا برا زنبر ما في كود. كيم ياخذ المهم قتل غدار شبورة. أيوة. معلم شبورة لا مو قدامه ها. غدار. إيه. نزل. ويلي 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 يا صوتي. طيب المهم الأصفر. معقول. أزبى الموتى في العالم ما تها شبورة ورب. آه شفته شفته والله طلقة واحدة وهو يركض يا معلم بلعوية. لا كنت عبين عليه أحساس أعطيه هيتشوت بلع. تعطيه ما تعطيه بلعك هيتشوت طلع منقحة في راسك. من عينك. والله لا تضل مصيوب بصداع أسبوع كامل. والله ها بده يفوز يا شباب شعار. أوه فاز. لا أعطاه هيتشوت ولا شو؟ لا عادية بس ينادروا يطلع ويفوت يطلع ويفوت. هذا عنده سكن الجاز وعنده سكن الأحمر مبين عليه قحاف صاحبنا هذا. معقول؟ هات تيشرت الأحمر نادر؟ لك لا مع السكن الأحمر الشعر تبع السكن الأحمر. آه. يا صبورة أنا بدي أحرق لك ما أقدر أكملها. أحرق لك حاضنتك اللماعة مربي صبورة. هذا فايز معي هذا الشهر هذا جوزيف صحيح هذا اسمه جوزيف صح ايه فايز معي هذا الشهر انا كنت عم شاهد والله الشات ما رايم اللعبة يا جوزيف بعت لي على الحارة بعت لي على الحارة يا جوزيف افتح المايك يا صديقي افتح المايك يا صديقي جوزيف يا جوزيف الشخصية كان شوف جوزيف صح؟ yes no I'm PC طيب شو يعني إذا PC يعني؟ ما أنا كمان PC عادي والفخر في الموضوع حبيبي جوزيف أنت فزت معنا هذا الشهر هذا الـ ID تبعه يقول لك نو يا علي ما فاز شوف تأكد من ID آه لا علي ما فاز ما فاز متأكد لا متأكد هو بيقول طيب شو طيب يا أخي هاي عادة اللي ما بيفتحوا مايكات وقسم بالله لكل واحد بده يصير يدخل لك يقول لك أنا بي سي ما بدي أفتح مايك سمحنا لو واحد ما يفتح المايك لو بده يصيروا كله ما عاد يفتحوا مايكات شو الكود اللي بدك تحصل عليه يا شوف عندك الأكواد عنده كل الكواد يعني طيب كيك يلا حبيبي عشان مرة تانية تضحك بسم بالله هي ما قصر علي ها بلا لأنه عم يتمنعك هو داخل يا رجل اللي استغفر الله الواحد يقول كلمة لا في ناس بتتابعنا باللايف يلا برا زنبر ما في كود أيوة. داخل مسكر المايك متكبر كأنه استغفر الله العظيم واحد من ما بعرف شو كأنه واحد منزل من السماء نازل اللي داخل معنا بسكواد عنده كل الاكواد يعني عنده كل الاكواد لك بعرف حكيت لك قحافة اكواد مبين ليش يشارك طيب والله حرام يعني مش فاهم يستعرض عضلاته حتى الشات عم بيقولوا لي فاز حتى في الشات عم بيقولوا لي فاز هذا الشهر هاي خلي يولي لك يلا والله حرام يا اعطي فرصة لغيرك اعطي فرصة اللي ما فاز لا